قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل ما يكفي لزيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال الرئيس الأمريكي إنه كان صريحا وواضحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما حث الرئيس الأمريكي حركة حماس على قبول أحدث مقترح بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع. ولا نهتفت بهجة ولا كأنه في عيد، بيختلف كليا عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت واللي قبل واللي قبل هذا كان عيد، كنا نطلع نروح على غزة، نروح على هنا، نروح على المنتزهات، نروح على الملاهي. هنا فيش، هنا قاعدين بالخيام، فيش طالعة من الخيام، هيك شايف حياتنا يا أمه. البيت راح، الاولاد راحوا، الدنيا راحت، كلها ما فيش شيء فيه، فيش شيء مفرح. الصغار حواليك بدهم يلبسوا، ما فيش معاك مال تشتري لهم لبس، مش قادر تكسط الاطفال، مش قادر. المال اللي مع الواحد راح، اللي في ظهره راح، انتسف في الدور، يا دوب طلعنا بجلودنا، ما معنا شيء.